للأسف اللي احنا عايشين عصر السوشيال ميديا، كل ما بتكبر شوية الجماهيرية بتاعت المنتخب ما بقتش موجودة زي الأول. الناس بقت بتشجع الأندية، دي حاجة ما كانتش موجودة الأول. حاجة قسمت المنتخب، قسمت الكرة المصرية عامة. بقى دلوقتي بتشوف صفحات معمولة بس عشان تدافع عن لعيبة أو عشان تدافع عن أندية، وهما فاكرين حاجة كويسة. هي مش كويسة. خليك ورا منتخب مصر، ما تشجعش لعيب بعينه، شجعش فريق بعينه. اتكلم على منتخب مصر، انت بتلعب باسم الناس هنا، بتلعب باسم مصر. ما ينفعش تقسم اللعيبه بينهم وبين بعض، يبقى كل همك انك تطلع تتكلم على بص هتروحوا عامله ازاي على لعيب واحد. احنا منتخب مصر، عشان المنتخب يكسب لازم اللعيبه يبقى واصل لها الاحساس ان الجماهير كلها اللي وراها. انا مريت بحاجات كتيره وفي المنتخب بقى لي 10 سنين، في ناس تانية ما مرتش بده، في ناس تانية لسه جايه جديده وصغيره، ودول ان شاء الله المستقبل. خليكم ورا المنتخب، شجعوا المنتخب، خلوا في جمهور تاني للمنتخب زي زمان، خلوا اللعيبه تبقى متحمسه ان هي تيجي. اللي هو لا ما خدونيش، في صفحات تانية تطلع تهاجم المنتخب، في صفحات هيطلعوا يتكلموا بناء عليا. ده مش لمصلحه اللعيب. لو انت بتحب مصر وبتحب منتخب مصر لازم تشجع المنتخب وما تشجعش لعيب بعينه، عشان انت بتدي قوه للعيب او بتدي له حاجه ان هو مش فارق معاه اي حاجه، وحاسس ان هو مهم عن المنتخب. ما فيش حد اهم من المنتخب، لا انا ولا غيري ولا اي نادي اصلا مهم اهم من المنتخب. لما نيجي كلنا المنتخب يبقى انت بتشجع المنتخب بس. فيا ريت يا جماعه الناس اللي في مصر نشجع المنتخب، ايا كانت الظروف كويسين وحشين نمشي ورا المنتخب لحد ما البطوله ما تخلص، وبعدين يبقى نتكلم على واحد واحد.